تغيير الوقت في هذا الاسبوع. نعم اسبوعين إيه؟ هم لهم خاصيه جديده. لا لحد الجاي. لا لحد الجاي. نعم طيب تفضلوا سمعونا. كلام اخوي عليان ولا على الوقف اكبر مني عمر وقدر انكبل اسمه قدر. عشان ادش يلا بسم الله ابغى تقول بركه الله تبارك وتعالى. اخواني واخواتي من خلف الشاشات هاي كلمه وهقت قلتها تصدق والله يجزانا وياكم الف خير وما قل من مالك زادك عند الله سبحانه وتعالى. تصدق باللي تقدر عليه في وقف اليتيم الاول منطقه عمود منطقه وادي عمود منطقه جيزان وسهم الفرد 300 ريال وسهم الوالدين 600 وسهم العائله كامله 900 ريال. والله يجزانا وياكم الف خير. الله يجزاك خير. نعم بادر قبل أن تغادر أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة صدق المصدوق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من المؤثرين الناصحين لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. والله يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. بادر بالقليل لعله ينجيك أنت ووالديك وعائلتك ومن تحب من نار عذابها شديد. وصلنا وياكم إلى الختام. لا فاضل وين أبو ناحي؟ لا أنا ما فاضل الحمد لله. أنتم سم؟ خصم ما تأكل. أنا أشتاق وين رايح 300 محسوبتين على عدة جاي. عدة عم تسوقين. طيب أنا أبشر أنا أقول كذا اللي بقى. عدة. طيب أبشر. طيب. طيب انتم ما شاء الله عليكم متحمسين وحاضرين. طيب وراكم من بعض الفقرات ما تحضرونها وش رايكم؟ ما ادري انا ما ودي اخصص شيء بعض الفقرات ما ادري.